صباح الخير والجمال عليكم مشاهدينا، مشاهدي قناة الصحة والجمال في مصر وكل الوطن العربي. برحب بيكم وحلقة جديدة من حلقات برنامج نور الطب. يا رب تكونوا في أحسن صحة وأجمل حال. أكيد احنا لسه مخلصناش من مسألة الكورونا، الحظر اتشال صحيح، ولكن لسه المرض منتشر وموجود. هل معنى كده ان احنا نتخلى عن إجراءاتنا الاحترازية؟ أكيد لأ، absolutely. للاسف الشديد ده اللي بشوفه دلوقتي عكس كل اللي انا متوقعه. للاسف الناس كلها قلعت الكمامات، الناس كلها افتكرت ان مجرد من الحظر اترفع معنى كده ان المرض مشي خلاص. دي حاجه مش حقيقيه. وهقول لكم موقف صغير قوي استفزني الفتره اللي فاتت. كنت بشتري حاجه كده من راجل كده كبير من اهلنا الطيبين، لقيته قلع الكمامه، فبقول له انت ليه مش لابس الكمامه؟ قال لي ما خلاص بقى يا دكتوره كل حاجه راحت لحالها. قلت له يعني ايه؟ قال لي يعني الكورونا دي اصلا كانت اشاعه. انا مش مصدقه لحد دلوقتي ان في ناس لحد النهارده معتقده ان مرض الكورونا وكل الناس اللي كانت بتموت دي كلها مجرد اشاعات. للاسف قلت له لا طبعا البس الكمامه مفيش حاجه اتغيرت، وبقيت ماشيه حزينه على الطبع بتاعنا او على الوعي اللي بدا يقع فعليا في الشعب المصري. لو كل واحد فينا عمل اللي انا عملته، او كل واحد فينا او كل واعي وعى الغير واعي، اعتقد ان مستوى الوعي هيزيد جدا بشكل كبير. فده دورنا الفتره اللي جايه ان احنا ننبه الناس ان احنا لسه كل حاجه زي ما هي. صحيح احنا رجعنا نحاول نعيش حياتنا الطبيعيه علشان عجله الانتاج والوضع الاقتصادي ما يدهورش اكتر ما هو في الوضع الحالي متدهور، ولكن لازم جدا نحافظ على صحتنا ونحاول ننبه كل اللي حوالينا باهميه وخطوره فيروس كورونا واهميه اتباع الاجراءات الاحترازيه. في هذا الصدد هتكون موضوع حلقتنا النهارده. النهارده هنكمل ما بدأناه في الحلقات السابقه مع ضيفنا وضيفكم اللي مشرفني ان شاء الله النهارده في الاستوديو، الدكتور محمد صبحي. الدكتور محمد صبحي الممثل الاعلامي ومدير تسويق شركه اكسترا ميد للصناعات الدوائيه. اهلا بيك معانا يا دكتور. اهلا وسهلا بحضرتك. مبسوطين حضرتك معانا المره الثالثه. الشرف ليا طبعا، متشكر جدا. زي ما حضرتك سمعت انا مواقف كتيره بشوفها للاسف، والناس معتقده ان كورونا مشيت خلاص، احنا خلاص رفعنا الحظر. ايه ده يا دكتور اللي بيحصل ده؟ للاسف كلام حضرتك مظبوط. السلوكيات في الشارع دلوقتي اتغيرت بشكل كبير جدا. مش عايزين نقول ان الوعي قل، ولكن الخوف هو اللي قل. الإجراءات الاحترازية دي أساسية في كل الأيام اللي فاتت ومكملة معانا الفترة الجاية، بالرغم أن حصل رفع الحظر بالنسبة على المواطنين، إلا أن الإجراءات الاحترازية هي الحل في الفترة اللي جاية. مش معنى أن احنا الحظر اتفك أو أن المحال التجارية رجعت تاني لطبيعتها أن الوباء خلاص انتهى، ولكن الفكرة أن الوعي بتاع المواطن هو اللي هيبقى الفيصل في الفترة الجاية. يمكن احنا لغاية دلوقتي الحمد لله ما شفناش يعني زيادة كبيرة في عدد الإصابات. حتى الآن الإصابات ماشية في الرينج من 1300 لحد 1400 1500، ولكن الموضوع ممكن يعني يزداد بشكل كبير جدا، والكلام ده هيحصل بعد أسبوعين من فك الحظر. يعني هو النتيجة 14 يوم المنتظرة بالظبط كده. النتيجة الحقيقية للأعداد هنعرفها بعد 10 ايام. فالفكره كلها ان مش عايزين نتفاجئ بحاجه سيئه لا قدر الله، مش عايزين نتفاجئ بان الاعداد زادت جدا. للاسف ان سلوك المواطنين الفتره اللي فاتت كان بينم عن ان يعني خلاص زي ما حضرتك قلت كده، وده يعني الراجل الطيب اللي حضرتك قابلتيه ده للاسف بيمثل جزء كبير جدا من الشعب. فاحنا بنناشد المواطنين ان هم لا، يعني الموضوع لسه مكمل معانا. فك الحظر كان هو فرصه للتعايش مع الوضع الحالي، علشان زي ما حضرتك قلتي عجله الانتاج وان الامور ترجع تاني لمجاريها اقتصاديا، ولكن صحيا كل واحد هيبقى مسؤول عن نفسه، كل واحد مسؤول عن بيته واسرته. الاجراءات الاحترازيه دي لازم يعني بشكل قوي جدا. فيعني يا ريت بنناشد الساده المواطنين ان هم يلتزموا في الاجراءات الاحترازيه بشكل كبير جدا. اكيد ان شاء الله. والمشكله كمان ان في ناس فاكرها نظريه مؤامره لحد النهارده يا دكتور. يعني في ناس، يعني الجزء عندنا متقسم، الشعب متقسم ثلاث اطياف. جزء واخد باله جدا وماشي بإجراءات الاحترازية وخايف فعلا وملتزم. جزء تاني قال خلاص دي خلصت، مجرد الرفع مترفع الحظر معتقدين اعتقاد تام انه خلاص الكورونا مشيت.
الجزء الثالث بقى معتقد انها اصلا اشاعات ومؤامره ومفيش اصلا حاجه اسمها كورونا، دي الكارثه الكبرى يعني حقيقه. إيه والله يعني بغض النظر عن اعتقاده ايه، ولكن الحقيقه الواضحه قدامنا ان في اعداد اصابات بتتزايد بشكل كبير جدا، وفي اعداد وفيات بتتزايد برضو، او يعني هي بقالها فتره ثابته الحمد لله عندنا. ولكن يعني زي ما بنقول ان في نهايه المطاف ان لا، في كورونا وفي اصابات وفي وفيات وفي اجراءات احترازيه لازم كلنا نتبعها علشان نحمي نفسنا ونحمي اولادنا واسرنا من الخطر اللي مش بس بيهدد مصر. يعني خلينا لو قلنا ان هي مؤامره على مصر، لا يعني طب العالم كله، طب الاعداد اللي في امريكا، طب الاعداد اللي في اوروبا، كل دي حقيقي. يعني لا يعني لازم ناخد بالنا بشكل كبير جدا جدا حقيقي. الفتره الجايه في صدد الموضوع ده بقى، احنا عايزين نعرف ايه الحاجه اللي ممكن تخلينا احنا دون غيرنا ما نتعديش. يعني دايما يقول لك في حد بيبقى عنده مناعه قويه والتاني لا، ممكن اتنين يبقوا داخلين على مريض في نفس الاوضه انفلونزا مثلا، واحد يتعدي والتاني لا، ده لانه في واحد مناعته قويه جدا وواحد من عدم المناعه او مناعته ضعيفه. ايه الحاجات بقى يا دكتور اللي ممكن تعلي المناعه بالعناصر والفيتامينز ايه؟ ايه الحاجات دي بالظبط؟ تمام، كلام حضرتك مظبوط طبعا، ان المناعه بتختلف من شخص لاخر وبتختلف من مكان لمكان كمان. خلينا نتفق ان الجهاز المناعي بيختلف من شخص لاخر، بيختلف من عمر لعمر اخر، بيختلف كمان يعني من في بعض الحالة الصحية. ده اكيد يعني موضوع الحاله الصحيه ده يعني شيء اساسي جدا. ولكن خلينا نقول ان المناعه هي السبيل الوحيد للوقايه من مش فيروس كورونا بس، لا من كل الفيروس او البكتيريا اللي ممكن تاثر عليه. اتكلمنا بشكل مستفاض او بشكل كبير جدا الفتره اللي فاتت عن الفيتامينز ودورها الفعال جدا جدا، ولان فعلا هي دي الحاجه الاساسيه في رفع المناعه. اتكلمنا بشكل كبير جدا عن انواع الفيتامينز، وقلنا ان في نوعين من الفيتامينز اللي هي الووتر سوليبل فيتامينز والفات سوليبل فيتامينز، او دهون بتدوب في الميه ودهون بتدوب في الفيتامينز بتدوب في الميه وفيتامينز بتدوب في الدهون. هنرجع عليها تاني عشان ما شفناش الحلقه اللي فاتت. تمام، ونبدا نتكلم باستفاضه يا دكتور ايه العنصر الفعال او كم عنصر تحديدا، عشان الناس ما تبقاش الموضوع عليها صعب يعني. تمام، ومحددين كم عنصر تحديدا بيعلي المناعه. احنا قلنا الحلقه اللي فاتت ان الفيتامينات الذائبه في الماء هم نوعين من الفيتامينات، اللي هو فيتامين بي المركب او فيتامين بي كومبلكس بالظبط كده، والفيتامين الثاني اللي هو فيتامين سي. تمام، الفيتامينز اللي هي بتدوب في الدهون اللي داخله، اللي بتخش الجسم بشكل قوي جدا وداخله في المناعه بشكل قوي جدا، هي فيتامين اي وفيتامين دال وفيتامين اي وفيتامين الكي. فدول تمام. الاربع فيتامينات المهمين جدا جدا اللي بيدوبوا في الدهون. تمام، مما لا شك فيه ان حصل يعني وعي بشكل كبير جدا الفتره اللي فاتت عن انواع الفيتامينات اللي داخله في المناعه او اللي بتزود المناعه بشكل كبير جدا. اهمها كان فيتامين دي، الحقيقه كان له الصدى الاكبر حقيقي. بعد كده فيتامين سي اخذ الدور بتاعه برضو، اخذ زي ما بنقول الضجه الاعلاميه بتاعته، لدرجه ان احنا للاسف دلوقتي ما يعني الصيدليات روحي تدوري على فيتامين سي مش موجود. ده بسبب ان مش عايزين نقول الوعي الزياده، لا ده بسبب ان جشع التجار الناس والناس، لا الناس اللي هي التخزين الغير مبرر ان هو يسحب الادويه بشكل كبير، فطبعا ده اكيد هياثر على الافيلابيليتي بتاعتها او التوافر بتاعها. بالنسبه لفيتامين سي هنرجع لحضرتك تاني، معانا اتصال تليفوني وهنرجع تاني. الو. الو يا فندم، اهلا وسهلا. والله مش متعزه استشير الدكتور في حاجه كده بس. ماشي، اتفضل دكتور سامعك. والله معايا بس واد بيتعصب كده يعني، وما يهمش الكلام يعني ان اكلمه يعني كده وبيتعصب، مش عارف يعني كهرباء زياده دي ولا ايه ولا. تمام تمام، يعني كل ما اكلمه يعني كان بيتعصب يعني جامد كده، وبسمعش الكلام وراسه ناشفه. تمام، خلينا نقول ان يعني الحاله دي بعيده شويه عن الكلام اللي احنا بنتكلم فيه. هو حاجه نفسيه تقريبا. عنده كام سنه كدا اللي حضرتك بتسال عليه ده؟ يعني عنده 19 سنه كده يا فندم. طيب 19 سنه. طبعا مثلا حضرتك تابعنا، هي يعني المساله ممكن تبقى نفسيه او عصبيه اكتر يا دكتور، ولكن احنا النهارده بنتكلم عن الفيتامينات. اسمع الحلقه، ممكن يكون في بعض الفيتامينز اللي ليها تاثير قوي جدا على تظبيط الحاله النفسيه والمزاجيه. شكرا لاتصال حضرتك.
اتفضل يا دكتور. يعني خلينا برضو ننصحه بالتوجه لطبيب مخ واعصاب او طبيب نفسيه وعصبيه، لانه اعتقد انه هيحتاج علاج سلوكي، مش شرط ان كل العلاجات بالظبط كده. يبقى حضرتك تتوجه لدكتور تعديل سلوك او نفسيه وعصبيه. بالظبط كده. شكرا لاتصال حضرتك، اتفضل. احنا اتكلمنا عن فيتامين دي وفيتامين سي، الحقيقه لهم دور مهم جدا جدا في رفع المناعه. كمان بعض يعني باقي الفيتامينز بتخش بشكل كبير جدا جدا في رفع المناعه، زي طبعا فيتامين اي، وده له اهميه كبيره جدا زي ما قلنا المره اللي فاتت، انه بيعمل كانتي اوكسيدنت. كلمه انتي اوكسيدنت معناه ان احنا زي ما قلنا المره اللي فاتت مضاد للاكسده، ان الجسم بتاعنا نتيجه التفاعلات الكيميائيه اللي بتحصل فيه بينتج عنها بعض حاجات اسمها فري راديكلز او الشطائر النشطه. الشطائر النشطه دي عباره عن ذرات غير مستقره بتعمل دامج او بتعمل تدمير لبعض الخلايا في الجسم، يمكن من اهم اسباب السرطانات هي الفري راديكلز دي. فالفيتامينز داخله في بشكل كبير جدا جدا في الموضوع دوت، بتمنع او بتتحكم في الشطائر النشطه دي. فده بالنسبه للدور بتاع الفيتامينز. بيظهر بقى عندنا حاجه تانية اسمها المعادن، دي برضو حاجة مهمة جدا جدا في بعض الناس للأسف أغفلت الدور بتاعها بشكل كبير. بتخلط بين المعادن والفيتامينات. بالظبط كده. خلينا نفرق ما بين المعادن والفيتامينات الأول. هنقول إن المعادن، كل المعادن اللي موجودة في الجسم، الجسم بتاعنا 3% من وزن الجسم عبارة عن معادن. 3 في ضبط طبعا رقم كبير جدا، أكبرهم على الإطلاق ويمكن أتقل عنصر موجود في الجسم هو الكالسيوم، لأن هو بيكون أوريدي العظام والأسنان. بعد كده بيجي بقى المغنيسيوم، بعد كده بيجي الفوسفورس، بيجي بقى دور عنصر مهم جدا جدا اللي هو الحديد. الحديد يمكن داخل بشكل قوي جدا 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 في رفع المناعة. لو جينا نتكلم على عنصر الحديد، اول حاجه هتيجي في بالنا الهيموجلوبين وكرات الدم الحمراء وتخليق كرات الدم الحمراء، وكمان الهيموجلوبين هو المسؤول عن نقل الاكسجين من الرئه الى جميع اجزاء الجسم. فده طبعا الحديد من اكتر العناصر اللي داخله في المناعه بشكل قوي جدا. كمان التشخيص الانيميا، في نوع من الانيميا اسمه انيميا نقص الحديد. الانيميا دي يمكن مشهوره جدا جدا سواء في الاطفال او في الكبار، كلنا بنعاني منها يا دكتور. للاسف للاسف الشعب المصري، جزء كبير من الشعب المصري عنده امراض بترجع لحاجه اسمها امراض سوء التغذيه. امراض سوء التغذيه من اهمها مرض الانيميا. الانيميا انواع كتيره جدا، اكتر نوع موجود في مصر وفي العالم كله هو انيميا نقص الحديد. لان عنصر الحديد من اهميته هو عنصر اولا ما بيخرجش من الجسم، يعني ما بيتمش، ملوش اكسكريشن من الجسم. العنصر الحديد بيعاد استعماله مره ثانيه. كرات عندنا كرات الدم الحمراء بتتكسر طبيعيا كل 120 يوم. كل 120 يوم كرات الدم الحمراء بتتكسر، بيتاخد بالظبط كده عشان تخلق كرات دم جديده. لان خلاص بيبقى الصلاحيه بتاعتها انتهت، او زي ما نقول الالاستيستي او المرونه بتاعتها بدات تنتهي، فبتقل الكفاءة بتاعتها تدريجيا، فبيتم تخليق الكرات الدم الحمراء في النخاع. فبعد كده بيطلع الحديد دوت بيتاخد تاني وبيدخل في تخليق كرات دم حمراء جديدة. هنرجع للمسألة دي والتخليق ده كرات دم الحمراء بعد اتصال أبو يوسف. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا أبو يوسف. إزاي حضرتك؟ أهلا بيك، الحمد لله تمام. أكلم الدكتور. الدكتور سامعك بالفعل، اتفضل. اتفضل. ازاي يا دكتور، ازاي حضرتك؟ الحمد لله تمام. معلش هستأذنك في حاجه، بس البرطمان اللي ظهر قدامي على الشاشه ده انا اشتريته من الصيدليه. تمام. وعندي بنتي 7 سنوات، كنت حاطه في البيت، وطبعا هو قريب من الحلويات اكتر من ان هو فيتامينات. بالظبط كده. فخدت نص البرطمان، في مشكله؟ عشان طعمه حلو. تمام. ايوه طعمه حلو جميل، انا اخدت واحده جربتها، يعني نص برطمان، في مشكله؟ تمام. اولا لا، ما فيش مشكله خالص. في البدايه بحب اطمن حضرتك ان ما فيش اي مشكله خالص. ثانيا، ده الكلام اللي احنا قلناه، ان احنا خلاص المره اللي فاتت في النقطه دي. طيب هنقفل معايا الاتصال، اتفضل اسمع الاجابه من التلفزيون. شكرا لاتصالك يا بيوسف، وان شاء الله خير ما تقلقش.
اتفضل يا دكتور. مبدئيا ده زي ما قلنا ده الجديد اللي احنا عملناه في الادويه بتاعتنا بالتحديد في الجيريفيت. احنا المشكله الكبيره ان الام اللي بتجري وراء ابنها بالمعلقه الدواء وجزء كبير منه بيقع بره، فبنبقى في مشكله كبيره. احتساب الجرعه من نقطه، وكمان الرفض التام للطفل انه ياخد الدواء بالظبط. فده احنا حلينا الموضوع ده في الجوريفيت بقى الطفل هو اللي بيجري، هو بيجري بيخطف اهو من بابا بالظبط كده. وبتبقى كمان مكافاه كويسه ان لو يعني لو لو عملت الواجب بتاعك او لو ما اتشقتش النهارده او 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 انا هديك الدواء بتاعك. فبطمنك جدا يا ابو يوسف ان شاء الله ان ما فيش اي مشكله من الـ الـ لو خد نص البرطمان او لو البرطمان كله بطمنه جدا. وده ليه؟ ده لان السيفتي عاليه جدا بالنسبه للفيتامينز. احنا اتفقنا ان احنا عندنا نوعين من الفيتامينز اللي هي الفيتامينات الذائبه في الماء والفيتامينات الذائبه في الدهون. الفيتامينات الذائبه في الماء ما فيش منها اي مشكله ولا في منها اي ضرر، لان الزياده عن احتياج الجسم بتخرج مع البول. ولكن اللي قلنا المشكله في الفيتامينات الذائبه في الدهون، هي دي اللي بتتخزن في الجسم وممكن تعمل مشاكل صحيه. بس الجرعات اللي موجوده عندنا هي الديلي ريكويرمنت، يعني فيتامين دي مثلا في 400 انترناشونال يونت، هي دي الاحتياج اليومي بالظبط كده. بعد كده لو زادت عن كده بس بنوصل، يعني المفروض تبقى جرعات كبيره جدا. يعني انا عايز اطمنه ان انا لو خدت البرطمان ده ممكن يحصل منه شويه مغص وشويه ترجيع بعد 6 شهور من استعماله لو اخذت كل يوم علبه كامله. طب لا ده فلا احنا بعيد جدا جدا عن الكلام ده. وده ده السيفتي بتاعه الفيتامينز والمينرالز. شيء هايل. معانا اتصال تليفوني اخر. الو استاذ هاني. ايوه يا فندم، ازي حضرتك؟ الحمد لله، اهلا بيك، اتفضل. الله يبارك في حضرتك، شكرا لحضرتك والبرنامج الجميل ده وعلى المعلومات القيمه اللي الدكتور بيقولها. شكرا جزيلا. الله يخليك. ممكن بس استفسار او سؤال؟ طبعا اتفضل دكتور، سامعك. البنت 6 سنوات او 6 سنوات ونص، يعني داخله على 7 سنين، بس تقريبا امها بتجري وراها بالاكل، فعايزين لو حاجه مقويه للعظام وبعدين حاجه فتح شهيه من الدكتور تبقى حاجه جميله جدا. تمام. هو الفيتامينز اللي بنتكلم فيه النهارده، على فكره انا عندي تجربه شخصيه، بنت اختي نفسها اتفتحت جدا على الاكل وطلع لها خدود وحلاوه وتحمل كده. الفيتامينز اللي معانا دي برغم ان هي يعني بلس ان هي فيتامينز وحاجات مقويات، هي فيها فاتح شهيه على فكره، فده هيفيد جدا في حاله حضرتك. بعد اذنك اني رديت عنك، لانه انا دي تجربه شخصيه جربتها. شكرا لاتصالك يا استاذ هاني، اتفضل حضرتك. خليني برضو اكمل اجابه السؤال بتاع الاستاذ هاني. احنا عندنا فقدان الشهيه له اسباب كتيره جدا، بس العلاج بتاعه هو علاج واحد. المالتي فيتامين هي العلاج الاساسي كفاتح للشهيه. وده ليه؟ ده لان في كتير من الفيتامينز، اهمها فيتامين سي وفيتامين بي كومبلكس كله، ده داخل في الميتابوليزم او داخل في التمثيل الغذائي بتاع الكربوهيدرات والبروتين والفات. فده كمان يعني هنزود معدل حرق اللي عند الطفل، فبالتالي هو هيجوع بشكل اسرع فهياكل بشكل افضل. كمان اللي عندنا مشكله كبيره كمان بنقابلها، ان الاطفال في اكلات كتيره ما بياكلوهاش. يعني في اطفال تقول لك لا انا عاوز فراخ، انا عاوز لحمه بس، انا شوربه بس، او خضار معين ما بياكلش بقيه الخضار. فللاسف بيفقد جزء كبير من الفيتامينز اللي موجوده بشكل طبيعي جدا في الاكل. فده الجيريفيت اعتقد استعاده طبيعيه هيغطي كل الجابس اللي ممكن تحصل، او كل الفوارق اللي ممكن تحصل من نتيجه عدم تناول كل الاغذيه بالظبط كده، كل العناصر. كمان لو عايزين حاجه بقى مقويه للعظام وحاجه مقويه للاسنان، الكيديكال. الكيديكال ده موجود معانا بشكل قوي جدا، بنفس الطعم الجميل بتاع الجيريفيت، ولكن عباره عن كالسيوم مع فوسفورس مع ماغنيسيوم مع فيتامين دي 3. يمكن التركيبه الجميله دي الفرق بينه وبقى الفيتامين دي، بس فيتامين دي 3 هو الاكتيف فورم او الجزء او الفورم النشطه بالظبط كده من فيتامين د. فيتامين د كلنا عارفين ان علشان اخد فيتامين ارخص فيتامين د موجود ان انا اتعرض لاشعه الشمس. صح. أشعة الشمس بتحول مركب تحت الجلد اللي هو الجزء يعني جاي من تركيب الكوليسترول، بيقوم بيحوله إلى فيتامين دي 3. فيتامين دي 3 هو الأكتف فورم من الفيتامين دي. احنا معانا صورته على الشاشة، جيريفيت. تمام. جيريفيت يمكن يعني بجد أثبت كفاءة عالية جدا.
وداعا بقى زي ما بنقول للجري ورا الطفل بالمعلقه، وداعا اللي هيجري ورا اهاليهم دلوقتي. بالظبط كده. الحقيقه احنا يعني برضو اللي احنا موفرينه بسعر كويس جدا، يعني القطعه الواحده يعني احنا عاملين كمان عرض يا دكتور، بسيطه جدا، ده غير العرض بتاعنا الحصري لبرنامج نور الطب. ربنا يخليك يا دكتور، ان شاء الله رب العالمين. الفيديو الجيري فيت لا غنى عنه لكل الاطفال من عمر 3 سنوات لحد عمر 12 سنه. من 3 سنوات ل 12 سنة، أو زي ما بيقول من أول ما الطفل يبدأ يبلع، الجيري فيت يبقى مناسب جدا جدا لحالات زيادة المناعة، للحالات بتاعت فقدان الشهية، كمان لزيادة التركيز علشان الامتحانات. ده بشكل يعني في مجموعة من الفيتامينز والمينرالز اللي داخلة بشكل قوي جدا، زي المغنيسيوم مثلا من أكثر الحاجات اللي بتقوي الذاكرة، زي فيتامين اي وفيتامين دي وفيتامين سي، كل الحاجات دي داخله في الجيري فيت بشكل كبير جدا. كمان زي ما قلنا انه بيغطي بقى كل النيوتريشنال جابس اللي ممكن تحصل، او الفوارق او فقدان بعض العناصر نتيجه ان الاطفال ما بتاكلش كل حاجه. تمام. طيب هياخدني ده بقى لسؤال المتصل اللي قبل. استاذ هاني، الحاله النفسيه والمزاجيه. تمام. في فيتامينات بتتحكم في الحاله النفسيه والمزاجيه فعلا يا دكتور؟ الحقيقه الفيتامينات داخله في تركيبات معقده جدا جدا في الجسم، بتاثر على بعض الهرمونز اللي موجوده. يمكن الحاله المزاجيه والحاله النفسيه بتخش بشكل كبير جدا بسبب الهرمونات. الحقيقه ان الفيتامينات بتلعب دور مهم جدا في الكيمياء بتاعه المخ بشكل قوي جدا. كمان زي مثلا الفيتامين بي، فيتامين بي مشهور جدا ومعروف عنه انه مقوي للاعصاب، زي فيتامين بي 12 مثلا، في منه كذا فورمه وكذا شكل. الحاجات دي برضو بتزود، يعني ممكن خلينا نقول ان الجيري فيت وكل معظم الحاجات اللي فيها مالتي فيتامين هي اوريدي بتعمل على تحسين الحاله المزاجيه. ولكن خلينا برضو ما نوسعش الموضوع قوي من في الموضوع الحاله المزاجيه، لان في بعض الحالات لا لازم تتعرض على اكيد يبقى في حاجه في السيالات العصبيه والكهرباء الزايده وحاجات كتيره تانية. لكن انا بتكلم في الوجه العام، في الوجه العام الفيتامينات على اللونج ران بيحسن الحاله النفسيه، بيحسن الحاله المزاجيه وبيحسن الحاله النفسيه، لان اوريدي بيحسن الحاله الصحيه. فده كل ده داخل في بوتقه واحده في الصحه العامه للجسم. تمام. طيب احنا النهارده معانا منتج جديد اول مره يشرفنا. طيب. اللي هو الموريتا، عايزين نفهم ايه هو بقى ده موريتا، ايه تركيبه، عباره عن ايه، وهنرجع تاني لباقي الفيتامينز هنراجع عليها سريعا. تمام. بس عايزين نبتدي بقى بالضيف الجديد. تمام. الموريتا يمكن الحقيقه من زي ما قلنا لاهميه عنصر الحديد، كان يعني واجب على الشركة ان احنا ننزل مستحضر يحتوي على عنصر الحديد، لان فعلا لو جينا نشوف اخر احصائية قالت ان على مستوى العالم في اكتر من 680 مليون شخص عندهم انيميا نقص الحديد. انيميا نقص الحديد في منها ثلاث درجات. الدرجة العالية جدا ده لو الهيموجلوبين بتاعنا اقل من 7، ده طبعا بيبقى حالة سيفير جدا. بعد كده لو الهيموجلوبين ما بين 10 و يعني من 7 ل 10 لحد 10 دوت بيبقى مايلد، يعني من 11 بقى كده، فبتبقى الحاله بسيطه شويه. احنا بنتكلم في الهيموجلوبين مش في البروتين. انا بتكلم لا الهيموجلوبين بنتكلم بنتكلم في معانا على الشاشه اهو. بالظبط كده بنتكلم على الهيموجلوبين. الفريتين ده حاجه تانية خالص. الفريتين ده هو المخزن بتاع الحديد في الجسم. المخازن بتاعت الحديد الاثنين منتشرين، يعني نقص الهيموجلوبين نقص الفيريتين كتير جدا. انا يعني مفيش حد اعرفه مش عنده نقص الفيريتين. ما اقول لحضرتك هو الاثنين يعني مكملين لبعض. وانس ان الحديد نقص في الجسم فبيبدا الجسم يستنفذ الحديد اللي موجود في المخازن بتاعته، المخازن بتاعته اللي هي الفيريتين اللي موجوده يا اما في الدم يا اما موجوده في الكبد. تمام. فبيبدا يستهلك كل المخازن اللي موجوده في الجسم. بعد ما المخازن دي تخلص خلاص ما بيبقاش عنده وقود كافي انه يبدا يصنع كرات دم حمراء جديده او يصنع الهيموجلوبين اللي موجود في كرات الدم الحمراء. فبتبدا تظهر مشكله الانيميا. فبيبقى العلاج بتاعنا ان انا لازم ادي سورس من الحديد من بره. السورس دوت لازم يبقى الامتصاص بتاعه جيد، لازم يبقى ما بيعملش حساسيه، لازم يبقى امن، لان في بعض الحاجات الثانيه للاسف يعني لازم ليها اختبار حساسيه. يعني ما ينفعش الحديد بالذات واحد يقوم رايح يعني بزيادة مستهلك منه كمية كبيرة، لأن الحديد بكمية كبيرة هيعمل مشكلة صحية. يعني ليه جرعة محددة يا دكتور؟ آه طبعا. طيب احنا معنا اتصال تليفوني، هنرجع للحديد مرة ثانية. معنا أستاذ عصام. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. أهلا
انا دكتور عصام الزهري سوريا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا يا دكتور. انا دلوقتي عايز اسال الدكتور بس عن الفيتامين يحسن الحاله النفسيه ويحسن يعني اداء الذهن التركيز والحاجات دي. احنا لسه كنا بنتكلم حالا جميل. يعني واضح ان حضرتك يعني ما شفتش التلفزيون بس ايه يعني ركز معانا في الجزء الجاي وهنتكلم في النقطه دي. لسه حالا دكتور محمد بيتكلم في مساله الحاله النفسيه والحاله المزاجيه وكيفيه تحسينها بالفيتامينز. الحاله النفسيه والحاله المزاجيه لان انا عندي الحاله النفسيه يعني ايه مش يعني بنسبه يعني ممكن تكون بنسبه 60%. تمام اتفضل تابعنا وان شاء الله هتلاقي اجابه على سؤالك. شكرا لاتصالك. فده يا دكتور. يمكن الحاله النفسيه زي ما قلنا يعني للاسف شغل الناس كتير الفتره اللي فاتت. طيب. الفتره اللي فاتت الحظر اثر على يعني على الناس كتير بشكل كبير جدا. خلينا نقول ان من اهم الحاجات اللي بتاثر على الحاله المزاجيه فيتامين دي فيتامين سي كمان المغنيسيوم بشكل قوي جدا. المغنيسيوم من الحاجات اللي بتاثر كمان بتاثر على القدرات الذهنيه يعني التركيز والمذاكره والنسيان والكلام ده النسيان ده بشكل كبير جدا. الحديد كمان من الحاجات اللي بتاثر. عنصر مهم جدا اسمه السيلينيوم. السيلينيوم ده فعلا من الحاجات المهمه جدا. جندي مجهول. هو جندي مجهول فعلا بس للاسف نقصه بيعمل مشاكل كبيره جدا. يمكن اهميه السيلينيوم بالذات انه داخل في تكوين مركب مهم جدا جدا بيشتغل كانتي اوكسيدنت بشكل قوي جدا اسمه الجلوتاثيون. الجلوتاثيون دوت من ضمن السيستمز اللي موجوده في الجسم انه يشيل الشوارد الحره بشكل قوي جدا. علشان كده السيلينيوم من اهم العناصر اللي المفروض ما نغفلش عنها. ده يمكن ده موجود كمان عندنا في المستحضر اللافينو. يمكن اللافينو من ضمن الحاجات اللي فعلا غنيه جدا بالسيلينيوم. حاسه ان حاجه ناقصه فعلا في اللافينو. فاللافينو بجد من الحاجات الغنيه جدا بالسيلينيوم الغنيه جدا بالزنك. يمكن ده برضو من ضمن الحاجات اللي اخذت يعني ضجة إعلامية بشكل حقيقي. كبير وده لأهميتها الحقيقة يعني ده لأهميتها. بس هو الزنك متصدر يا دكتور. كل ما حد يتكلم الزنك ناقص والفيتامينز اللي في المالتي فيتامينز اللي فيها الزنك ناقص الناس بتاخد الزنك وتخزنه في البيوت. ليه كده يعني الزنك ده بيعمل ايه بالظبط؟ الزنك بالذات داخل بشكل قوي جدا بصورة واضحة جدا جدا في المناعة. كمان اتعملت عليه أبحاث عن تأثيره في على فيروس الكورونا. لو ان الخلايا اللي بتبقى فيها كونسنتريشن عالي او تركيز عالي من الزنك الفيروس ما بيعملش ريبليكيشن فيها يعني ما بيتكاثرش في قلب الخليه اللي فيها تركيز عالي من الزنك. فده من هنا جت اهميه الزنك. ولكن الزنك زيه زي اي عنصر تاني او زيه زي اي فيت او زي اي مينرال تاني الحقيقه الزياده بتاعته غير مطلوبه تماما. الزياده بتاعته هتعمل مشاكل صحيه. خلينا نقول ان الاحتياج اليومي من عنصر الزنك 11 ملي جرام في اليوم. ده اللي من موجود 7 ل 11 ملي جرام. 7 11 ملي جرام ده اللي موجود في اللافينو. ده اللي موجود دي؟ اللي موجود في اللافينو 11 ملي جرام. تمام زنك. فديت اعلى جرعه هتقدر المفروض تاخدها في اليوم. في بعض الجرعات تانية يعني في بعض الادويه تانية في السوق موجود منها ال 50 ملي جرام. بس ال 50 ملي جرام ده ل الحالات نقص الزنك مش لرفع المناعه للعلاج من بالظبط للعلاج للعلاج من نقص الزنك لان في بعض الحالات بتاثر على بتنقص عنصر الزنك في الجسم. تمام. فلو رجعنا تاني للحديد واهميته اللي احنا كنا بنتكلم عليها فزي ما قلنا ان نقص الحديد ونقص الفريتين هم مرتبطين ببعض بشكل قوي جدا. وانس ان الحديد نقص في الجسم يبدا الجسم يستنفذ من المخازن بتاعته اللي هي الفريتين. وانس ان الفريتين خلص هو كمان خلاص ما عادش فيه وقود كافي زي ما قلنا ان الجسم او النخاع العظمي يبدا يصنع تاني كرات دم حمر. اعراض نقصه ايه يا دكتور بقى الناس اللي بتبقى اول حاجه من ضمن اعراض نقص الحديد بشكل كبير جدا 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 ويمكن مشهوره في السيدات اكتر تساقط الشعر. يمكن تساقط الشعر من ضمن اكتر الحاجات اللي من اسباب نقص الحديد وبتاثر عليها بشكل قوي جدا. تاني حاجه الانيميا. الانيميا يمكن من اكبر الاعراض اللي موجوده لنقص الحديد. كل الاعراض بقى بتاعتها اولا اعراض الانيميا بتيجي بسبب ان الاكسجين مش قادر يوصل للخلايا بشكل قوي جدا. فبالتالي التنفس بيبقى مش مظبوط. فبالتالي الطاقه لان التنفس ده هو اللي بيدينا الطاقه او هو اللي بيخش يحرق الكربوهيدرات ويحرق المواد الغذائيه علشان يطلع منها طاقة. الطاقه.
فكل الاعراض دي بقى حضرتك لو جينا نترجمها على ارض الواقع هنلاقي مثلا مش قادر النهجان بشكل كبير جدا، قلبه بيدق بسرعه اكتر من الطبيعي بالظبط كده، مش قادر يشيل حاجه حتى لو يعني حتى لو الحاجه دي خفيفه، يطلع سلم ينهج، يمشي خطوتين ينهج، فكل دي اعراض من عزم الجسم نفسه بيقل بالظبط كده، لان زي ما قلنا الوقود بتاعه مش موجود في الـ في الـ علشان الحديد. صحيح. فدي الاعراض بتاعه نقص الحديد. المريته بقى لو جينا نتكلم عنها الحقيقه تركيبه متكامله، تركيبه ممتازه جدا جدا، من حاجة اسمها الهيماتينيك إليمنتس أو مقويات الدم. في عندنا حاجات كده اسمها مقويات الدم. إيه الحاجات المقويات الدم؟ هما الحقيقة ثلاث عناصر مهمين جدا. أول حاجة الحديد، تاني حاجة فيتامين بي 12، تالت حاجة الفوليك أسد. يمكن الثلاثة دول من هما اللي بنسميهم الهيماتينيك إليمنتس أو مقويات الدم. احنا معنا صورته على الشاشة عشان الناس تبقى تمام حافظه كويس. لو جينا نتكلم على حاجه منهم، الحديد طبعا داخل بشكل قوي جدا في تكوين الهيموجلوبين. الفيتامين بي 12 يمكن في نوع من الانيميا يعني سببها فيتامين بي 12 لوحده، ودي يمكن من ضمن الحاجات. فيتامين بي 12 يعني خلينا نقول ان هو اتفقنا ان هو من الووتر سوليبل فيتامينز او من اللي هي الفيتامينات الذائبه في الماء، ولكن هو الفيتامين الذائب في الماء الوحيد الذي يتم تخزينه في الجسم، وده لأهميته. لأن فيتامين بي 12 من ضمن الحاجات المهمة جدا اللي داخل فيها القوة بتاعة الدم، زي ما قلنا أنه هو من عناصر المقوية للدم. كمان هو داخل في تكوين حاجة اسمها الميلين شيث اللي حوالين الأعصاب، اللي هي بالضبط كده. احنا الأعصاب نوعين، يا إما أعصاب مكسوة بالميلين، يا إما أعصاب غير مكسوة. الأعصاب المكسوة بالمايلين شيث ده الفيتامين بي 12 داخل في تركيب المايلين شيث ده، فعشان كده يعني مشهور جدا بالظبط كده، لازم ياخدوا حقن فيتامين بي مركب بالظبط كده بالظبط كده. فالحقن فيتامين بي المركب دوت علشان التنميل بتاع الإيدين والشكشكة اللي بتحصل، كمان مرضى السكر ده بشكل مهم جدا جدا لازم ياخدوا فيتامين بي 12. بعد كده الفوليك أسد. الفوليك أسد ده من ضمن الحاجات المهمة جدا جدا للصحة، سواء للرجال وللسيدات كمان بشكل أكبر. يا دكتور ده أساسي، أنا يعني متأكدة معلومة من دي. الشامبوهات الحلوة الجميلة والكريمات الكويسة بتاع الشعر يقول لك فيها فوليك أسد، ده لو فيها مهم يعني جدا. ده لو بقى فيها فعلا يعني بالزبط. بس فعلا لازم ناخده فعلا في شكله البيور يعني بالظبط كده. الفوليك اسيد له اهميه كبيره جدا جدا، سواء زي ما قلنا للرجال او للسيدات، للسيدات كمان بشكل اقوى بشكل كبير جدا جدا، علشان الصحه الانجابيه بتاثر عليها بشكل الفوليك اسيد بشكل كبير جدا. الفوليك اسيد اول ما السيدات او اول ما السيده تبقى تخش في الحمل، الفوليك اسيد ده بتاخد فروم داي 1 لازم يتاخد، لان نقص الفوليك اسيد بيسبب كتير من المشاكل وكتير من التشوهات الجنينيه. يعني فالفوليك اسيد مهم جدا جدا في العلاجات دي. فكده لو قلنا المريتا بشكل مختصر شويه، في حديد، في حديد 33 ملي جرام اليمنتال ايرن، 33 ملي جرام اليمنتال ايرن. احنا محتاجين اكتر من كده في اليوم؟ احنا في اليوم الواحد بنحتاج 18 ملي جرام، فده بيغطي الاحتياج وبيزيد شويه، لان مش كله بيمتص يعني. طبعا. في بعض يمكن كمان الحديد من ضمن الحاجات اللي بتاثر شويه بالاكل. فيتامين سي كمان يا دكتور بالظبط كده، لازم يبقى موجود فيتامين سي كفايه عشان الحديد يمتص بشكل كامل بالظبط كده. خلينا برضو لو كملنا نقول انه في المريتا برضو موجود فيه فيتامين سي، لان فيتامين سي الحقيقه له دور مهم جدا جدا، مش بس في المناعه، لا ده كمان في امتصاص الحديد. لان الحديد الحقيقه علشان يمتص لازم يبقى الميديا او البيئه اللي هو بيمتص فيها لازم تبقى بيئه حامضيه، لان البيئه الحامضيه هي اللي بتحول الحديد للشكل اللي بيمتص فيه. احنا عندنا نوعين من الحديد، نوع اسمه الهيم ايرن ونوع اسمه النون هيم ايرن. الهيم ايرن ده الحديد اللي موجود من اي مصدر حيواني، زي مثلا اللحمه، زي الكبده، اي مصدر حيواني الحديد اللي فيها بيمتص، اسمه هيم ايرن. الهيم دوت بيمتص مباشره من الجسم، ما بيحتاجش اي عمليات تحويل.
طيب في جزء تاني بقى اللي هو النون هيم ايرن اللي موجود بقى زي كلنا عارفين زي السبانخ الحاجات اللي فيها الخضروات النباتية الحاجات النباتية او يعني لو او ادوية كمان كل ده بيبقى اسمه نون هيم ايرن. النون هيم ايرن ده علشان يمتص لازم له بيئة حامضية. احنا هنا بنوفر فيتامين سي بالظبط كده. فيتامين سي يعني هو اسمه اصلا اسكوربيك اسيد يعني الاسم العلمي بتاعه اسكوربيك اسيد فهو ده اللي بيوفر البيئه الحامضيه علشان يمتص. الحقيقه وجود فيتامين سي بيزود امتصاص الحديد من 10 الى 15% عشان كده مثلا من ضمن النصايح بتاعت اهالينا زمان لو انت هتاكل كبده او تاكل لحمه معاها الليمون الليمون برضو غني جدا بفيتامين سي علشان برضو يزود الامتصاص بالظبط كده بيزود الامتصاص. فقلنا كده المريضة فيها حديد 33 ميلي جرام فيها نص ميلي جرام فوليك أسيد. الفوليك أسيد مهم جدا زي ما اتفقنا. في فيتامين بي 12 في فيتامين بي كومبليكس بقى كله في فيتامين بي 1 وبي 6 وبي 12 زي ما قلنا كمان فيتامين سي وفيتامين دي. الحقيقة تركيبة متكاملة جدا يعني أنا بنصح بيها أي حد عاوز يعني عنده مشكلة في الحديد عنده مشكلة في تساقط الشعر إن شاء الله المريض هيكون له جرعة دي يا دكتور أو العلبة دي تكفي قد يعني العلبة دي العلبة دي بتكفي 24 يوم هي فيها العلبة فيها 24 قرص الجرعة بتاعته قرص واحد بس في اليوم في للحوامل الجرعة أو احتياج الحديد بيزيد لأن بيبقى فيه مع وجود الأطفال أو مع وجود الجنين بيبدأ يتكون الدم بتاعه بيبدأ ياخد بقى الاحتياجات دي كلها من الأم فمعروف جدا أن بعد أن في فترة الحمل بيزيد الاحتياج من الحديد بيزيد الاحتياج من الكالسيوم بالضبط كده. فعشان كده دايما بتاخد العناصر دي ولكن الحديد من ضمن الحاجات مهمة جدا بيتاخد من بداية من الشهر الرابع يعني ما ينفعش قبل كده لأن قبل كده يعني ممكن يعمل تشوهات في الجنين إنما الحديد بتاخد بداية من الشهر الرابع يعني نقدر نقول إن موريتا آيرن يتاخد لكل الناس ما عدا الحوامل في أول 4 شهور بالضبط كده في أول 3 شهور أول 3 شهور في البداية من الشهر الرابع تبدأ تاخد وده وكلام طبعا يعني كل السيدات اللي بتتابع مع أطباء النساء يعني الدكتور طبعا هيوصف لها الحديد بداية من الشهر الرابع. الكالسيوم طبعا بتوصف من أول from day one الفوليك أسيد from day one فده من ضمن الحاجات الجميلة جدا المريتة بالعناصر الغذائية والعناصر اللي موجودة فيه سواء الفيتامينز أو المينرالز اللي موجودة فيه. طيب يا دكتور في بس حاجة قبل ما سيادتك تدخل في النقطة الثانية إيه الفرق بين المريتة والأوميكس؟ حسن الاثنين قريبين من حتى شكل العلبة من بره تمام ممكن الاثنين بيساعدوا على تخليق كرات الدم الحمراء. كلام حضرتك مهم جدا الحقيقة في فرق كبير ما بين الأوميكس وما بين المريتا. خلينا نشوف الأوميكس ده قلنا ان هو عبارة عن لاكتوفيرين. ايه اللاكتوفيرين ده؟ اللاكتوفيرين ده عبارة عن بروتين طبيعي. البروتين دوت بيبقى مسؤول عن تحميل الحديد والدخول بيه للجسم فده من ضمن الحاجات المهمة جدا. في بعض الناس عندها يعني موضوع امتصاص الحديد بيبقى بشكل صعب جدا جزء كبير من الحديد اللي بيمتص بيفقد ما الجسم ما بيستفيدش منه. معنا صورة الأوميكس هو عشان الناس تفرق بينه وبين المريتا بالضبط كده. فالأوميكس ده لاكتوفيرين زي ما قلنا. اللاكتوفيرين هو زي ما قلت ان هو نوع من انواع البروتين اللي مسؤول عن تحميل الحديد والدخول بيه للجسم ليتم الاستفادة بيه. الحقيقة هو غالبا اللاكتوفيرين بيبقى محمل أصلا بالحديد يعني في تركيبته فيه حديد حوالي 30% منه حديد 70% بقى الباقيين اللي هو مش فيهم حديد هم دول أهم جزء لأن هو ده الجزء اللي بياخد بيشيل الحديد اللي موجود نواقل الحديد يعني بالضبط كده اللي بيشيل الحديد وبعد كده بيدخل بيه على الجسم وبيتم امتصاصه من الريسبتور الخاص بيه في أو المستقبل الخاص بيه في الأمعاء اللي قلنا عليه هايل جدا لرفع مستوى المناعة ده بالضبط كده بالضبط كده. فالأوميكس والموريتا الحقيقة مهمين جدا جدا علشان أنيميا نقص الحديد علشان كمان الأوميكس اتفقنا ان هو من بروتوكول علاج وزارة الصحة علشان لمنع فيروس كورونا. احنا قلنا ان اللاكتوفيرين الحقيقة مش بس وظيفته ان هو بيدخل حديد او بيتحمل الحديد عليه لا ده كمان له وظائف مناعيه كبيره جدا جدا له دور انتي فايرال
يعني مضاد للفيروسات، له دور انتي بكتيريال يعني مضاد للبكتيريا، انتي فانجل مضاد للفطريات. فكل الحاجات دي موجوده في اللاكتوفيرين الاوميكس 100 ملغرام. احنا معانا كنز عباره عن بالظبط كده علبه صغيره لطيفه فيها 10 يعني عبوات، تكفي وقت كبير، تكفي 10 ايام تقريبا بالظبط كده، 10 ايام، لان الجرعه بتاعته هي كيس واحد بس في اليوم لرفع المناعه. ده طبعا للوقايه. اتفضل ارجع لحضرتك تاني. الو، عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا وسهلا استاذ عصام. اهلا بيك، اتفضل. انا عاوز بيجي لي زي هجام في صدري وعندي ضعف في العضلات، يعني انا ما باجي اشيل اي حاجه واطلع السلم او انزل السلم بيجي لي زي هجام في صدري وما بقدرش، وعندي ضعف ان انا ما بقدرش اشيل اي حاجه. فانا عاوز اعرف ايه الدواء بالظبط اللي انا اخده. طب انت عملت تحليل هيموجلوبين؟ هيموجلوبين قريب او حاجه؟ الدم وصورة الدم عندي نسبة 12. طيب هو الحقيقة 12 ديت يعني بنسميها بوردر لاين، يعني على المحك. على المحك كده. فبرضو من ضمن الحاجات اللي يعني لازم اتصال حضرتك يعني لازم يتابع الحديد او لازم يتابع بصورة الدم بشكل منتظم جدا. كمان الفكرة ان الموريتا والاومكس اعتقد هيزبط معاه الدنيا شوية. هنرجع لسؤاله تاني، بس معانا اتصال تاني ونجاوب على السؤالين مع بعض. معانا استاذ محمد. الو. الو يا فندم، اهلا وسهلا. اهلا بيك يا فندم، اتفضل. ايه سؤالك؟ سؤال يا فندم، بعد اذنك. كان عندي المدام عندي حامل، تمام، وجت ابتداء من الشهر السابع دول منع اكل كتير، يعني اللحوم والفراخ السمك الكلام ده، واكلتها ضعفت، وفي تقول عندها حضرتك جامد ماشي وتعب في ظهرها. فكنت عايز الدكتور بس لو في حاجه تعوض الحاجات دي. انت منين طيب يا استاذ محمد؟ من العاشر من رمضان يا فندم. موجود الحاجات دي يا دكتور؟ تمام. طيب انت تقدر تتابع معانا حلقتنا، احنا بنتكلم النهارده في الكلام ده بالظبط، في نقص الفيتامينز وازاي نقدر نعوض الاغذيه المعينه احنا ما ناكلهاش بالفيتامينات والمكملات الغذائيه الخارجيه. اتفضل تابع الاجابه من على الشاشه وشكرا لاتصالك. اتفضل يا دكتور. الحقيقه يعني دايما بنصح الحوامل بالذات استمرار المتابعه مع دكتور النساء، ده بشكل اساسي. فلازم الموضوع ده يتم بشكل منتظم جدا، منتظم يعني بشكل كبير جدا. معانا اتصال تاني يا دكتور، معلش. معانا استاذ عيسى من البحرين. الو. نعم، مساء الخير. مساء النور، اهلا وسهلا. فضلك لو تكرمتي، بس عاوزه اسال الدكتور عن المنتجات وين حصلها. طيب اهلا بيك الاول وكل اهل البحرين، شرفتونا بالمتابعه، وهنشوف من دكتور نقدر فيه وكيل خارجي في البحرين ولا ايه دكتور؟ احنا عندنا يعني ان شاء الله يعني موجوده دلوقتي في السعوديه، بس لسه البحرين لسه ما دخلت. طب احنا هننوه عندها على البيج يا استاذ عيسى. تابعنا بس على البيج بتاع البرنامج، اكتب برنامج نور الطب. لا حتى من مصر، حتى من مصر يعني ممكن يبقى على نزلت مصر. وين حصل؟ موجوده في مصر، موجوده. احنا هننزل النهارده الاماكن تحديدا على البيج. عندك فيسبوك؟ طيب اكتب برنامج نور الطب بالعربي وادخل عليه، وهتلاقي الصفحه بتاعه البرنامج، وهننزل كل التنويهات وكل الاماكن اللي هنلاقي فيها المنتجات دي ان شاء الله. نور الطب بالعربي، برنامج نور الطب، اكتب بس كده وهتلاقينا على طول معاك. هو اسم الدكتور فضلش؟ دكتور محمد صبحي. هو هننزل النهارده الحلقه كامله على البيج ان شاء الله. ادخل على البيج وهتلاقي كل اللي حضرتك بتسال عليه ده على الفيسبوك بالظبط، برنامج نور الطب بالعربي. شكرا لاتصالك يا استاذ عيسى، وبنرحب بيك وكل اهل البحرين. اتفضل يا دكتور. فكده احنا اعتقد ان احنا فرقنا ما بين الاوميكس والموريتا بشكل كبير جدا. محتاجين وكلاء يا دكتور. ايوه الحقيقه احنا يعني احنا الفتره الجايه زي ما قلت لحضرتك، يعني السيد رئيس مجلس الاداره سياده السفير رضا عبد السلام ابو امين الحقيقه بيبذل مجهود كبير جدا في التصدير دلوقتي. احنا الحمد لله بدأنا إجراءات قوية جدا للتصدير لدول الخليج كلها، وانس ان احنا يعني في دول المجلس التعاون الخليجي اعتقد ان شاء الله رب العالمين المنتجات دي كلها تبقى متوفرة فيها بشكل كبير جدا، لان هي منتجات قيمة وتستحق تنتشر وتبقى موجودة وتبقى متاحة ان شاء الله رب العالمين. هي اوريدي يعني احنا ماشيين بخطوات ثابتة جدا جدا في موضوع التصدير، فان شاء الله رب العالمين اعتقد انه قريب جدا جدا هنلاقيها موجودة في كل دول مجلس التعاون الخليجي وشمال افريقيا كمان باذن الله. تستاهلوا اكتر من كده للفترة الجاية. بيج البرنامج بتاعتنا يا جماعة على الشاشة كل التفاصيل،
كل الاماكن بتاع الادويه، كل العناصر اللي محتاجين تسمعوا عنها وتعرفوا فائدتها، كل الحلقات الخاصه بشركه اكسترا ميد هتلاقيها ان شاء الله على البيج بتاعت البرنامج زي ما هي مكتوبه على الشاشه قدامكم، برنامج نور الطب بالعربي. اتفضل يا دكتور. يبقى احنا كده من العناصر المهمه جدا زي ما قلنا الحديد، وعرفنا انه موجود في الموريتا، وان الاوميكس كمان بيساعد على زياده نسبه الحديد في الدم. تاني عنصر الحقيقه الزنك زي ما قلنا واهميته الكبيره، ان هو اوريدي بيمنع التكاثر بتاع الفيروس في قلب الخليه، فده برضو من ضمن الحاجات المهمه جدا جدا. العنصر الثالث اللي هو السيلينيوم، العنصر السيلينيوم من العناصر المهمه جدا جدا، زي ما اتفقنا ان هو داخل في انتي اوكسيدنت في تركيب ماده اسمها الجلوتاثيون. كل العناصر دي بقى، يعني كل الحاجات دي لازم اخدها بالتركيبه المتوازنه. التركيبه المتوازنه اللي هي ما زيدش عن الاحتياج اليومي، ما زيدش عن حاجه اسمها الديلي ريكويرمنت او الاحتياج اليومي اللي انا محتاجه من هذه الفيتامينات والمعادن كلها. طب السيلينيوم موجود فين يا دكتور؟ في الاوميكس ولا في الموريتا؟ لا، السيلينيوم موجود في اللافينو زي ما قلنا، اللافينو موجود في السيلينيوم 11 ملي جرام، اللافينو موجود في فيتامين سي وفيتامين دي، فيتامين اي، الحاجات اللي هي انتي اوكسيدنت كلها، انتي اوكسيدنت، كل الانتي اوكسيدنت دي موجوده في الحاضر الغائب. الحاضر الغائب لا، هو الحقيقه موجود، يعني احنا هو اتكلمنا عنه طبعا ومتوفر ان شاء الله. تمام. خلينا نرجع بقى للعروض بتاعه البرنامج. الحمد لله اعتقد ان هي كان فيها عليها اقبال شديد جدا. الحمد لله كانت متوفره كلها. الحمد لله الكميات عندنا موجوده، او الانتاج عندنا الحمد لله لم يتوقف. يعني مش عايزين نقول بقى نخش في الحته بتاعه الجشع بتاع التجار والتخزين والحاجات دي. ده اللي بيحصل، بيبقى عندهم الحاجه جوه يقول مش موجوده. طب احنا نعمل ايه؟ يعني الناس تعمل ايه فعلا؟ والله هو يعني خلينا نقول ان احنا السبب في الحته دي، ان الاقبال الشديد او الاقبال الحقيقه الغير مبرر. الاقبال الغير مبرر هو السبب في ان يبقى الحاجه موجوده ونقول ان هي مش موجوده، ويعني طمعا في ان انا ابيعها بسعر اكتر شويه. ايوه. طيب. فلو رجعنا تاني للعروض بتاعتنا، احنا قلنا في عرضين، عرض للكبار وعرض للاطفال. طيب. العرض للكبار اللي هياخد علبه اوميكس، علبه اوميكس اللي هو اللاكتوفيرين. تمام. مع علبه لافينو هياخد علبه الكاتا هديه. قلنا الكاتا عباره عن كالسيوم وفوسفورس ومغنيسيوم وفيتامين دي. كالسيوم فوسفورس ومغنيسيوم وفيتامين دي. فيها كالسيوم يا دكتور؟ 500 ملي جرام كالسيوم، يعني الكالسيوم كافي جدا جدا لل يعني كل الديلي ريكويرمنت من الكالسيوم موجوده. مش كده مرسوم عليها عظمه اللي هي بتقوي العظام؟ بالظبط كده. بالظبط كده. كمان فيتامين دي مهم جدا جدا في المناعه. فده العرض بتاع الكبار. بالنسبه للعرض للاطفال، العلبتين اوميكس، لان الاوميكس اتفقنا ان هو موجود للكبار وللصغيرين. يعني معنى كده ان الاوميكس ممكن الاطفال كمان ياخدوه؟ بالظبط كده. تمام. بالظبط. فبيتاخد كيس واحد بس في اليوم. مع الجريفيت. الجريفيت برضو قطعه واحده بس في اليوم، هياخد علبه كيدي كال هديه. ياخد واحده من دي، واحده من دي، واحده من دي. احنا عايزين بعد كده نتكلم بقى في بروتوكول الوقايه يوميا المره الجايه ان شاء الله، بحيث ان احنا نعرف الطفل يعمل ايه الصبح من اول ما يصحى لحد ما ينام، نديله ايه، ونقسم الادويه عليه ازاي. والاطفال نفس والكبار نفس الكلام ان شاء الله. طبعا. طب في عرض تاني يا دكتور، اتنين وعليها الثالثه هديه. في صيدليه كده في بالظبط كده، في عروض تانية، علبتين جريفيت. يعني في بعض يعني عايزين بس عرض الاطفال، اتنين جريفيت هياخد الثالثه هديه. تمام. خلينا لو قلنا، لو عندنا وقت لسه نتكلم عن موريتا. ده ملوش عروض عشان جديد بقى وكده يا دكتور، يعني هتغلوه علينا مثلا؟ لا خالص والله، الموريتا موجود، يعني ممكن نعمل له عرض ان شاء الله المره الجايه، او ممكن نعلن على الصفحه بتاعه البيج بتاعه البرنامج على العرض بتاع الموريتا. طيب احنا التتر بتاعنا بدا ينزل، والوقت خلص سريعا جدا جدا معاك يا دكتور. الحديث كان اكتر من شيق. شاكر جدا ان شاء الله نكمل المره الجايه. ان شاء الله رب العالمين نكمل المره الجايه، ونتمنى الصحه والسلامه لكل افراد الشعب المصري يا رب العالمين. إن شاء الله. شكرا جدا، برحب بوجودك معايا. كان معانا النهارده الدكتور